انزل يا اخويا انزل. ده انت نهارك زي وشك، لو كانت طياره الحاج وصلت الحاج هيودينا في داهيه. انا اعمل ايه يا استاذ شحاته؟ ما انت نايم طول الطريق والدنيا كانت زحمه والعربيات قرشت في بعضيها. انت تحاسبني ولا ايه؟ اسكت خالص، انت هتودينا في داهيه. اسال مين دلوقتي؟ اسال مين؟ لو سمحتي، هو الحاج فواز الصياد ما جاش معاك على نفس الرحله اللي جايه من العمره؟ طيب كريزي؟ الحمد لله طمنتيني. يعني انا اغيب يومين تتعطل الدنيا؟ لا اله الا الله، رمضان كريم يا سيدي. بس اسم فواز الصياد ده اسم كبير وعندنا مواعيد لازم نحترمها. يلا كلام موزون، سلام عليكم. فواز بيه، رب صدفة خير من ألف ميعاد. سليم الأشقر؟ الله، هو الاتفاق كان إننا هنتقابل في المطار؟ إحنا اتفقنا إنه هنتقابل أول ما هوصل على مصر، وأنا بعدني جاي من بيروت. يا ألف حمد لله على السلامة. يا أهلا، كيفك؟ أستأذن أنا بقى عشان يا دوب ألحق الفطار، وإحنا على ميعادنا، نتكلم في التليفون وآخدك أفرجك المول الجديد. كتير منيح، إذا ما معك سيارة بنوصلك بطريقنا، بنتي جاية تاخدني. لا لا أنا عربيتي هنا. يا أهلا يا أهلا يا حاج، الحمد لله على السلامة، عمرة مقبولة إن شاء الله. تأخرت ليه يا شحاتة؟ يا حاج أنت عارف بقى الشوارع زحمة وأنت عارف نهار رمضان، كل سنة أنت طيب. طب يلا خد الشنط. حاضر يا حاج. لك يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ صار لي ساعة منبش عليك. الشوفير ما إجا بس طلبت لك أحلى ليموزين. فواز بيه، بعرفك على بنتي مايا، بتدرس هون بالجامعة الأمريكية. بسم الله ما شاء الله. فواز الصياد أشهر مصمم أزياء محجبات بمصر كلها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لا مؤاخذة ما بسلمش. ما بتسلم كرمال رمضان؟ لا، كرمال ربنا. العربية جاهزة يا حاج. إيه ما في داعي نعطلك هلا. مايا وين عربية الليموزين؟ ليموزين إزاي؟ معقولة سليم بيه الأشقر يكون موجود عندنا في مصر في ضيافتنا ويركب ليموزين؟ شحاتة؟ نعم يا حاج. أنت فهمت طبعًا هتعمل إيه؟ فهمت يا حاج. خد الشنط على الليموزين والجماعة يركبوا معايا. اتفضل يا سليم بيه. اتفضل يا سليم بيه. شكرًا شكرًا. اتفضل يا ست الكل. رمضان كريم يا حاج. كله بما يرضي الله. انا بقول نقرا الفاتحه بقى عشان ربنا يبارك لنا. لك اي فاتحه؟ ما تتخضيش قوي كده، دي فاتحه تعارف. ايه بس احنا بعد ما تعرفنا هيحصل، طالما القلب نضيف وده شغال. انت كيف بتقدر تدخل قلوب الناس بهالسرعه؟ الحقيقه اللي ما بيعرفك بيخسرك. شو رايك يا مايا؟ الظاهر انك ركبت دماغ البابا بسرعه، وهيدا الشيء نادر ما يصير. الحمد لله، ما احنا قلنا انه هيحصل. ما تسمعونا الفاتحه بقى ولا مش حافظينها؟ لا لا حافظينها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.